توسط قلبك في قمة عليا تلوح بدون. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نتواصل نحن وياكم مشوارنا وبرنامجنا الصباح الخير، ويسعد صباح المهندسه شروق ابو شمع عضو المجلس البلدي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي عضو مجلس بلدي، وهذه المره اول مره نستضيفك فيها كعضو مجلس بلدي، يسعد صباحك. المهندسه شروق، يعني من ناحيه هندسيه ونتناول معك موضوع يختص بالهندسه، وهو موضوع العمران او توسيع الهيكليه لمدينه طول كرم. المجلس البلدي يبحث ذلك، كيف يبحث ذلك، او خطط المجلس البلدي ضمن هذا الاطار؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين، بيسعدني اكون معكم من خلال تلفزيون الفجر الجديد. حاليا طبعا في المجلس البلدي احنا بنناقش موضوع توسيع المخطط الهيكلي، نعم. إعادة دراسته في بعض مناطق لإعادة تقييمها بناء على احتياجات البلد. لمسنا احنا خلال السنوات الماضية انه في خلل في المخطط الهيكلي في بعض المناطق من خلال تصنيفها بتصنيف لا يخدم مصلحة البلد تجاريا او سكنيا الى اخره. يعني في عندنا مداخل مدينة تصنف مش تجاري، وهذا خلل في المخطط الهيكلي. بالنهاية الناس لما بتبني مخالفة للقانون، فاحنا بدنا نحاول نعيد دراسة المخطط الهيكلي بما يخدم جميع المواطنين، وهذا الشيء بيخلي البلدية تتعامل بعدالة، ما تنظر بشكل استثنائي لكل معاملة كاستثناء، من محاولة يعني تعميم هذه الحالات وجعلها انه منهجية تعمل فيها البلدية من خلال المخطط الهيكلي. طبعا حاليا في الموازنة للسنة القادمة رح يكون جزء منها لإعادة دراسة المخطط الهيكلي، رح يتم تصنيف مناطق جديدة وإضافة مناطق جديدة. يعني إحنا نتأمل، طبعا ما بقدر أستبق الأحداث وأقول لك شو راح يكون في هذا المخطط الهيكلي، لكن نتمنى أنه من خلاله يتم دراسة الأبنية المرتفعة، زيادة عدد الطوابق في مدينة طول كرم، لكن بطريقة مدروسة، لأنه طبعا هذا الموضوع شائك ومش بالبساطة الحديث عنه. في يعني هناك حاجة لطوابق؟ طبعا أكيد في حاجة بسبب عدة أسباب. أول إشي ارتفاع أسعار الأراضي، التعديات على الأراضي الزراعية اللي الكل بيحكي فيها، وإحنا بنحاول أنه نخفض من نسبة التعديات هاي، قلة الأرض المتوفرة للبناء، فهذه الأشياء كلها بتدفع بأنه زيادة عدد الطوابق. لكن لأي حد زيادة عدد الطوابق، إيش المحاذير في الموضوع، إيش المعايير اللي بدنا نعتمدها وإحنا بنزيد عدد الطوابق، في أي أماكن؟ لأنه ما بقدر أجي في منطقة تصنيف ألف محدودة عدد الطوابق أسمح ببناء أبراج مرتفعة، يعني بتكون كلها فيلل، بتلاقي مرة واحدة صار في عندك برج مرتفع، هذه يعني راح تكون فيها عدم عدالة. فإحنا بنحاول أنه لما نعمل أي استثناءات أو أي سماح بارتفاعات مغايرة للنظام إنها تكون مدروسة. هلأ في مركز المدينة بتلاقي في حاجة ماسة لارتفاعات أعلى، سيتم دراستها، لكن في محددات مثل ما قلت لك، الشارع عرضه، البنية التحتية الموجودة قد بتستحمل من ضغط من السيارات، صرف صحي، مياه، هذه الأبنية لما بتزيد عدد الطوابق يعني ضغط زايد على البنية التحتية، فهذا يعني انك بدك تأهل هاي المناطق اللي بدك تعملها زيادة في عدد الطوابق. مش بس هيك، احنا طبعا في مركز مدينة طول كرم عندك غالبية الأبنية قائمة، لن يسمح بإضافة طوابق دون ان تكون محسوبة انشائيا قبل الانشاء، يعني قد تسبب كوارث زيادة عدد الطوابق بطريقة غير مدروسة. فهذا راح يكون بصراحة يعني في توجه أن نعمل ورشة عمل موسعة مع الحكم المحلي ومع نقابة المهندسين، وأنا بصراحة حضرت ورشة مماثلة في نابلس لدراسة الأبنية المرتفعة. طبعا في نابلس بتحكي أكثر من 12 طابق الأبنية المرتفعة، لأنه فعليا هم عندهم يعني هذا المستقبل إن شاء الله عندنا في طول كرم بطريقة مدروسة. يعني مش بالساهل نحكي أنه بدنا نعمل أبنية مرتفعة، الأبنية المرتفعة أكثر من 12 طابق، إحنا لا بدناش أكثر من 12، إحنا نوصل 7-8 بيكون كويس، لكن يعني خلينا نفتح المجال للتفكير بهذا الاتجاه طالما انه بخدم المدينه وما رح يؤدي لاضرار، وفي مناطق محدده يتم تحديدها على المخطط الهيكلي. عشان هيك بحكي لك لازم نعمل ورشه عمل، نعم. مع نقابه المهندسين ومع الحكم المحلي وناخذ توصيات، لانه النظام
بيعمل بهذا الاتجاه انه يعني كنظام موجود حاليا في الحكم المحلي في ابنيه مرتفعه، لكن شروطه بتقدر تقول استحاله تتوفر ولا في اي مدينه من مدن الضفه الغربيه، لانه احنا المدن محصوره محدوده الهيكليه، فبالتالي بتحكي عن شوارع موجوده فعليا، لما بدك توسع شارع صعب جدا توسع هذا الشارع، يعني في محددات موجوده على ارض الواقع. سوف نحكي على موضوع الشوارع، ولكن اسمح لي، يعني ذكرت مصطلح او مفهوم الحفاظ على الاراضي الزراعيه، وبنفس الوقت هناك من خلال حديثك نهضه عمرانيه وايضا توسيع الهيكليه، هل هذا في المستقبل او تعطينا صوره اوضح عن ذلك؟ يعني واضح انه احنا في طول كرم اراضينا الزراعيه كلياتها راحت داخل الاراضي 48 محتله. نسبه الاراضي الزراعيه في طول كرم كثير قليله. اللي بيصير حاليا اللي هو التعدي على الاراضي الزراعيه، وهي اراضي زراعيه بامتياز، اراضي سهليه، وواضح مشكلتنا حاليا فيها صعوبة الإنشاء فيها، تكاليف عالية للإنشاء في هاي الأراضي الزراعية، وفوق هيك كمان إحنا يعني بنعتبرها في مناطق خطرة، لأنه ماخذ تسهيلات في مناطق أخرى، فبالتالي بدي أضطر للأسف لأنه إحنا يعني ما بتقدر تمنع الناس إنها تبني في أراضيها بالنهاية، وخاصة لما بتحكي عن مدينة كتير محدودة والاحتلال محاصرها من كل مكان. إحنا بتوجه إن نوسع الهيكلة حتى نضم مناطق إحنا قادرين على تنظيمها، لأنه للأسف اللي بيحصل إنه أي منطقة خارج التنظيم بيصير فيها بناء عشوائي، وهذا البناء العشوائي يضر في المخطط الهيكلي لما ينضاف. يعني بتصير أنت بدك تلحق مدينة قامت مش تخططها بناء على أسس سليمة، وهذا اللي بيحصل بتصور بالعزب، عزبة الجراد، المناطق اللي وراها هناك بتكون نشأة المنطقة كثير منها تجاوزات، حالات مرات بنروح بنشوفها مبنى بنص الشارع، يعني ما في رقابة لأنها خارج المخطط الهيكلي للمدينة، خارج رقابة بلدية طول كرم، فبالتالي لما تنضم للمخطط الهيكلي بتلاقي أنك عندك كومة مشاكل بدك تبلش تعالج فيها. وطبعا بتعرف لما أنت بدك تعالج مشكلة موجودة غير ما تخطط لإشي للمستقبل وتتلافى حدوثه من الأصل، فأنا رح يكون توصيتي بالنسبة لي مع توسيع المخطط الهيكلي. الناس تحديدا هون كمان توجيه كلمي ونصائح للناس ضمن هذا الإطار. كلمتي للناس دائما القانون وجد لخدمة خدمة المواطن، خدمة المواطن بشكل متوازن حتى يحفظ حقوق الخاصة والعامة، ويعمل التوازن المطلوب بين حق الفرد وحق المجتمع. للأسف إحنا مرات كتير بدنا نتجاوز القانون لمكاسب فردية على بعد المجال، بتحس إنه هذا الإشي بنعكس علي وعلى غيري في المدينة. يعني لما بتحكي عن إني بدي أتجاوز في الارتدادات، إذا أنا تجاوزت وجاري تجاوز بروح الشارع، بروح الحق العام، بتبلش تصير الأبنية كتير متقاربة، وهذا بيعمل بيئة غير مريحة سكنيا، لا هي بصريا مريحة ولا كشكل ولا كمنظر جمالي، تهوية سيئة، إنارة سيئة، كل هذا بينعكس فيما بعد على نفسية المواطنين اللي بيعيشوا في هاي المناطق. وأكيد يعني في عنا أمثلة كتير قريبة هذا الإشي، اللي هي بيئة غير مناسبة للسكن، مثل بيئة المخيمات. للأسف إنه أجبروا الناس يسكنوا في هيك بيئة، بتلاقي إلها انعكاسات على شخصية الإنسان وعلى نفسيته صحيا ونفسيا، صحيا ونفسيا من جميع النواحي. فإحنا لازم يعني قدر الإمكان نبعد بحالنا عن هاي يعني ما يترتب على التجاوزات هاي، ونحافظ على منظر حضاري للمدينة. إحنا كمجلس بلدي قبل البدء يعني نحافظ على حق المواطن إلى أبعد حد، وأي معاملة بننظر فيها كمجلس تنظيم بنحاول نعطي أكبر التسهيلات للمواطن، لكن بالحفاظ على الحق العام. هذا من ناحية ربما نقول عمراني، وأيضا توسيع الهيكلية للمدينة ضمن مخططكم لهذا العام أو في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، إذا نأتي الآن إلى المرور، هل المرور أيضا من اهتماماتكم والأزمة المرورية التي نشاهدها يوميا وباستمرار في مدينة طول كرم، رؤية البلدية والمجلس البلدي لهذا الموضوع؟ هو حقيقة من أولى أولوياتنا، لأنه المشكلة صارت كتير واضحة وإلها تبعات. أول أسبابها اللي هي الأبنية اللي موجودة في نص المدينة لا تراعي احتياجات المدينة ولا توفر الخدمات الأساسية. للأسف هذا اللي كنا بنحكي عنه، اللي هي المواطن كيف مرات بده ما يطبق القانون، فهو بيعتبر حاله كسب
لكن بالنهاية المجتمع كله بيخسر. يعني لما أحكي عن مباني مرتفعة ومجمعات لا توفر مواقف السيارات، هو كسب جزئيا في مرحلة معينة، كسب وفر على حاله إنشاء مواقف سيارات، وفر على حاله بجوز طابق كامل ومساحة ممر يدخل له، ممكن يكون هذا الممر عبارة عن مخزن تجاري لو ما عملش موقف. يعني مبالغ مالية ممكن يحسبها تطلع مبالغ تستحق العناء. اللي بيصير فيما بعد إنه لو قلنا مجمع معين 50 سيارة المفروض يستوعب ويوفر لهم موقف سيارات، ما وفر موقف سيارات، اللي بيصير إنه هاي السيارات 50 سيارة بتسكر شارع كامل، صح ولا لا؟ تحليل منطقي. نعم. بالضبط هذا اللي بيحصل. هلا على على وقت طويل مع أكثر من مجمع في نفس الشارع، الشوارع بتتسكر، الشوارع بتأدي لهجرة التجارة من نص المدينة. هذا اللي إحنا ما بدنا إياه يحصل. يعني اللي عملوا هاي المجمعات بعد 10 سنين ممكن يخسروا كتير. بعد 10 سنين البلد رح تصير خاوية، لأنه ما في إمكانية تيجي السيارة وتصف. أنا بالنسبة لي بفضل أطلع بالسيارة على مناطق خارجية، شوارع واسعة فيها أماكن أصف سيارتي وبتسوق براحتي. وأنا بحس أنه كتير مرات في ناس فعلا بتتجنب تدخل لنص البلد. فإحنا ننظر بنظرة بعيدة المدى، نطلع مستقبل البلد كيف رح يكون. لازم نلتزم بالقانون، لأنه القانون حقيقة وجد ليخدم المواطن ويخدم المجتمع. هلا هذه المشكلة فعليا حاصلة في طول كرم. إحنا حاليا كمجلس بلدي في توجهنا إنه نعمل التوازن المطلوب بتوفير مواقف السيارات في جميع المجمعات، لكن للأسف عشان نكون واضحين وصريحين، في إمكانيات فنية مرات بتمنع. يعني مساحات الأرض بتكون صغيرة، لا معظم أراضينا إحنا في مدينة طول كرم صغيرة، صغيرة كتير، بحيث إنه ما في إمكانية توفر موقف سيارات. للأسف هذا اللي بيحصل. هلا بنضطر ساعتها للبديل، وهو موجود بالقانون، يتوافق مع القانون. هذا البديل بيكون بديل مادي لموقف السيارة. إحنا في طول كرم، بلدية طول كرم متعاون جدا مع المواطنين. هذا البديل بالقانون 7500 دينار لكل موقف سيارة لا يوفره المالك. 7500 دينار، احنا في بلدية طول كرم ناخذ 500 دينار. طبعا هذا مبلغ كتير زهيد. انا بصراحة من الناس اللي بطالب برفعه. ليه؟ لانه المفروض بعد ما انا اخذ بديل موقف السيارات من خلاله اشتري اراضي في نص المدينة اعمل فيها مجمعات لمواقف السيارات. وبهيك بتكون انت يعني ما وفرت في نفس المجمع موقف سيارات، لكن عملت له بديل. ممكن انه كمان حركة السير تنظمها بطريقة تخدم المدينة، توفير المواقف على مداخل المدينة او في محيط مركز المدينة، اللي المواطن بالنهاية بصف سيارته ممكن ينزل يتحرك بحرية اكثر. احنا كمان بنحاول نحدد حركة السيارات بالنسبة للتجار، يعني اصحاب المحلات التجارية. يعني اللي بيجي الصبح من الساعة 7-8 بصف سيارته عباب محله لنص الليل. هذا الانسان انت صاحب محل، الهدف انك انت تشجع التجارة. فانت فعليا طبعا هو لحاله سيارته ما بتأثرش، لكن لما تحكي عن مجموع تجار، مجموع سيارات، فبالتالي انتوا لحالكم سكرتوا المدينة. فلازم يصير تحرك. ايوه، انها سياراتهم تكون موجودة. هلا احنا عشان بالتعاون مع الغرفة التجارية كان هذا الكلام بمقترحات. يعني تعاوننا فيها في دراسة للموقف اللي هو مدفوع الاجر. يعني ان شاء الله في المستقبل رح تيجي في طول كرم بدك تصف سيارتك نص ساعة بدك تدفع 5 شيكل مثلا او شيكلين بغض النظر شو المبلغ. هلا هذا بيحدد خاصة الناس اللي لهم محلات، فبالتالي بصف سيارته خارج مركز المدينة وما في حاجة انه يصفها على باب المحل. هذا الاشي رح يساهم بتقليل الازمة، انه بالنهاية تسمح للحركة التجارية ولا حركة الناس اللي بيجي بده يشتري غرض بصف سيارته نص ساعة بتحرك. هذا الاشي بنظم، بالاضافة ل يعني اعادة دراسة الحركة المرورية شاملة في طول كرم وتنظيمها. وهذا رح يتم بالتعاون طبعا مع الجهات المختصة، مش كبلدية طول كرم لوحدها. اكيد التنسيق مطلوب مع كل المؤسسات في مدينة طول كرم، في محافظة طول كرم، حتى تكون طول كرم اجمل وافضل، وطول كرم أولاً إن شاء الله بجهودنا وجهودكم.